لو أنك أعطيت فقيرا مبلغ من المال صدقة لله، أنت تريد ماذا؟ تريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة، فقمت أعطيت هذا الرجل هذه الصدقة، فقلت في نفسك أن هذه لله سبحانه وتعالى. ما كان من هذا الشخص عندما أخذ هذا المال قال قبحك الله، ما أعطيتني إلا هذا المبلغ. إذا قمت بأي عبادة مهما كانت هذه العبادة، سواء من صلاة، من زكاة، حج، غيرها من العبادات، إذا قمت بهذه العبادات يجب أن تقوم بها خالصا لله سبحانه وتعالى، لا فيها رياء. كيف نقيس هذا الأمر؟ أنا أوضح لكم ما يتعلق بالإخلاص في موقف ممكن يحصل لأي واحد منا، وهذا الموقف يوضح لك هذه العبادة هي لله أم لا. لو أنك أعطيت فقيرا مبلغ من المال صدقة لله، أنت تريد ماذا؟ تريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة، فقمت أعطيت هذا الرجل هذه الصدقة، فقلت في نفسك أن هذه لله سبحانه وتعالى. ما كان من هذا الشخص عندما أخذ هذا المال قال قبحك الله، ما أعطيتني إلا هذا المبلغ، اذهب، وقام يدعو عليك، ما هي ردة الفعل التي سوف تكون منك؟ إذا كانت لله سكت وذهبت، أما إذا كنت ترجو من هذا الشخص الإحسان والمقابل فإنك سوف ترد على هذا الشخص. هذا ميزان دقيق في هذا الأمر. أنت عندما أعطيت هذا الرجل، وهذا قس على ذلك كل الأعمال التي تقوم بها، وأنت أديت هذه الأعمال من إحسان للناس أو من عمل أو من كلمة طيبة أو غيرها من الأعمال، وأنت ترجو بها الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى ردة الفعل. الكثير من الناس يقول والله إحنا أحسننا لفلان وفلان أسألنا. طيب أنت فعلت هذا الشيء لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. لا تنظر ما ارتد من كلامه وما جاء وما أساء من هذا الكلام. فأنت إذا أردت أن تعمل هذه العبادة أو العبادات التي تقوم بها، إذا كانت لله سبحانه وتعالى وخالصة، فأنت ترجو الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه في هذه العبادة، في الصلاة وفي غيرها وغيرها من العبادات.